السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم هذه طوموبيل 206 كان المشكل ديالها الاخوان هو هذا الفليكسيبل، هذا راه عاودناه. هذا الفليكسيبل كان الزيت كان فويت ديال الزيت من هذه البلاصه لتحت. المهم راه لتحت كله هنا مسخ بالزيت، وكانت لا ديريكسيون تقالت، لا ديريكسيون اسيستي تقالت. المهم عاودناه، هذا تقريبا راه فيه شي 25 سنتيم، شي 120 درهم تقريبا. وملي كنا عاودناه طرا واحد المشكل في المهم الديريكسيون بقات قاصحه، ما عرفناش مناش. ودابا راه هو معايا عادي، راه يشرح لكم شنو البلانش. اش بان لك عادي فاش هانت سيونز؟ دابا نتايا بدلتي هذا الراكور جديد. الوقت اللي كان عندك الراكور قديم كانت الريزرفوار ديال لانسيستي خاويه من الزيت. الوقت اللي كانت خاويه من الزيت شنو تيوقع؟ الا كاين شي تاخت ولا شي حاجه كيكوانسي هذا البيستون. دابا هذا البيستون، دابا هنا انا حيدت له الراكور ديالو. دابا هنايا كاين بيستون هنا لداخل، هذا هو الراكور ديالو. انا حيدته ولقيت البيستون كوانسي. الوقت اللي هزيت البيستون شنو كوانساه؟ الوسخ. وبقى مكوانسي لتحت، ما بقاش ديك لابريسيون ملي كتكون مارش طوموبيل، ما بقاش ديك لابريسيون باش غادي تعطي الكليمايير تطلق الهيدروليك، فهمتيني؟ تطلق. دابا كاين اللي كيكون مثلا كيدي الطوموبيل ديالو عند شي ميكانيسيان ما عارفش، كيقول لي سير بدل البومبا مثلا. ها هو صاوب فليكسيبل مثلا ولقى خوا الزيت ولقاها قاصحه، صافي يفيكسي لك على البومبا تبدل. يقول لك سير خسر واحد 800 درهم ولا حسب الماركه هذه كدير 600 درهم لتحت. غير هو تي اللي كيمشي فيها 600 درهم الفوق، هو على حساب سميتو اللي كيمشي فيها. هو البومبا كامله كيمشي فيها هذا البيستون، راه تحت منه رسول، انا كندفعو هو كيرجع كيخرج الزيت. هذا البيستون هذا تيكوانسي، ملي تيكوانسي لتحت صافي تتقصح لك الفولوم، فهمتيني؟ دابا انا حيدت لك هذا الراكور وغادي نحيدو من بلاصتو نيطواي، وان شاء الله الامور تكون مزيان. يعني دابا غادي تنقي من داك الوسخ اللي كاين. ايوا صافي. المهم الاخوان انتم ردوا البال على القضيه هذه، الناس اللي عندهم مشاكل في لاسيستي راه ردوا. كيكون هنايا واحد البيستون فراه كيكون مبلوكي بداك الوسخ اللي كيتجمع، ملي كيكون اكثر الا كانت الزيت قديمه ولا شي حاجه كيكون الوسخ، راك عارف كتكون الغبره بحال دابا هنا كاينه الغبره وداك الشيء ربما كيبدا يدخل لهنايا. المهم ردوا البال، يعني شوفوا ملي كيقول لكم ميكانيسيان الاول كيقول لكم راه خصك تبدل البومبا، من الاحسن تشوف ميكانيسيان الثاني والثالثه تطيح في شي واحد اللي معلم، وديك الساعه راه كيكون المشكل يقدر كيتحل المشكل بلا ما تبدلوا البومبا. يلا تبارك الله عليكم. دابا حتى اللي كيدير هذيك الماركه ديال الزيت عاديه كتكون الزيت العاديه اخي كتبدا هنا كتكبد، كتولي بحال الشكل ديال لاكريس قاصح. بحال هكا كتولي الداخل ديالها كيدخلوا لواحد الريشات، ملي كيدخلوا صافي غيلوح البومبا كتولي على ود الزيت. على الفرق ديال 50 درهم ولا 40 درهم مده 100000 كيلومتر كتولي خصك سير جيب بومبا. شوف الاخوان راه هنايا ما يبان لكم داكشي مكباد لداخل هنايا. هاي دابا راه غادي نطويوها كامله ونديرو لها زيت مليحه. يلا الاخوان تبارك الله عليكم، فيديو ان شاء الله واحد اخر.